كيف لنبي من أنبياء الله أن يعترض على حكم الله؟ عندما حان الأجل واقتربت اللحظة الفارقة في حياة سيدنا موسى عليه السلام، جاء ملك الموت لسيدنا موسى ليسأله عن قبض روحه، فرفض سيدنا موسى الأمر وعاد ملك الموت إلى المولى عز وجل، فقال للمولى: لقد أرسلتني لمن لا يحب الموت. فقال الله لملك الموت: أخبره أن يضع يده على ثور وأن يمرر يده على شعر هذا الثور، وبكل شعرة تمر عليها يده سيمنح عاما في حياته ليخير سيدنا موسى بين الموت أو طول العمر. فقال موسى عليه السلام: وماذا بعد؟ قال الملك: الموت. فقال موسى: إذن هي الآن. ففي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام، فلما جاءه فصكه ففقأ عينه، فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال: فرد الله إليه عينه وقال: ارجع إليه، فقل له يضع يده على متن ثور وله بمقدار ما غطت يده بكل شعرة سنة. قال: أي ربي، ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لرأيتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف لموسى عليه السلام أن يعترض على أمر صدر من المولى عز وجل وسبق به علمه؟ والإجابة أن ملك الموت أرسل إلى سيدنا موسى للتخيير، ولم تحن لحظة القبض إلا بعدما اختار موسى عليه السلام الموت. وأما عن ضرب موسى عليه السلام لملك الموت، هذا فلأنه ذهب إليه في صورة آدمي دخل داره وبدون إذنه، ولم يعلم أنه ملك الموت، وهذا مأذون به في الشرع، فيجوز للمسلم فقع عين من يقتحم عليه داره بغير إذن. ومن القصص التي تثبت أن بعض الأنبياء لم يعرفوا الملائكة عندما تمثلوا في صورة الآدميين، فهذا إبراهيم عليه السلام يرحب بهم ويذبح لهم عجلا إكراما لهم ويقدم لهم الطعام، ولو عرفهم لما قدم لهم الطعام، فهم لا يأكلون ولا يشربون. ولما أرسلوا إلى لوط عليه السلام أدخلهم داره حماية لهم من قومه، ولو عرف أنهم ملائكة لما خاف عليهم من قومه. فقيل أن موسى عليه السلام دفع ملك الموت لما عرف عنه عليه السلام من الحدة والقوة، وأن الله قد رد عين ملك الموت ليعلم موسى أنه مرسل من قبل المولى عز وجل، وعندها قد استسلم موسى لأمر الله تعالى. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شكرا لكم.